أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما أسباب استفحال التجاري وتعاطي المخدرات في العراق منذ احتلاله عام 2003 وحتى الآن؟ هل هناك قوى سياسية متنفذة تسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة بالاتجار بالمخدرات؟ ما الأسباب التي تمنع الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية في العراق من طرح مواضيع الاتجار وتعاطي المخدرات وأخطارها المحدقة؟ هل هو ضعف المنظومة القانونية والأمنية أم تواطؤ بحسب ما يرى مراقبون؟ أم هو تعاون مع تجار المخدرات؟ أم أن تجار المخدرات فوق كل اعتبار نظرا لارتباطهم بقوى متنفذة في العراق ولها امتدادات إقليمية ودولية؟ ما مدى الدمار المجتمعي والاقتصادي الذي سيلحق بالعراق والعراقيين نتيجة تصنيف العراق ضمن الدول المتعاطية بعد أن كان قبل احتلاله دولة ممر لهذه السموم التي تفتك بالبشر فتكا لا يقل عن تأثير القنابل النووية والإبادة العقلية والإنسانية؟ نناقش مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة مخاطر المخدرات والأهوال والأخطار المحدقة بالعراق وبالشباب العراقي. وأرحب بضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الباحث العراقي. مرحبا بك أستاذ حسين. وأرحب بالدكتور رحيم عبد الله الزبيدي المتخصص في علم النفس، ينضم عبر الهاتف من بغداد. دكتور رحيم مرحبا بك. مرحبا عيون. وأرحب أيضا بالدكتور تيسير جبار الألوسي الأكاديمي العراقي، ينضم معنا عبر الهاتف من هولندا. دكتور تيسير مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبتين وبيك ضيوف. أهلا بكم ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير في البداية ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. لا تذكر في مجلس إلا بأصوات خافتة وتصل عقوبتها حد الإعدام. هذا ما كان يحدث قبل عام 2003 عند الحديث عن المخدرات أو تعاطيها في العراق، ولكن نتيجة لحالة الفوضى والانهيار الأمني بعد الاحتلال الأمريكي وتعاقب الحكومات الهزيلة والمرتبطة بأجندات خارجية تسعى لتدمير العراق، فإن تجارة المخدرات وتعاطيها ازدهر بشكل كبير في ظل تلك الحكومات، ودفعت الحاجة إلى تمويل الأحزاب والميليشيات بعض القوى السياسية الحاكمة والمسيطرة على صناعة القرار في البلاد إلى الإمعان في السلوكيات غير القانونية، واستغلت قوتها وقدراتها في موضوع الاتجار بالمخدرات والتهريب للحصول على الأموال. من جانب آخر، فإن ضعف المنظومة القانونية والأمنية ككل وتزايد معدلات البطالة دفع بالأفراد إلى العمل في الأنشطة غير المشروعة ومنها الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، فيما تعمل الميليشيات المسلحة وبعض منتسبي الشرطة وقوات الحدود على تسهيل هذا النوع من التجارة مقابل رشا وإتاوات. إحصائية لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد تحدثت عن وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 أفراد في العراق، وذكر تقرير الأمم المتحدة إحصائية لمكتب المخدرات ومتابعة الجريمة أن من بين كل 3 منتسبين في القوات الأمنية يتعاطى واحد مادة مخدرة، وهكذا يسير العراق إلى هوية ومستقبل لا تحمد عقباه. تابعنا سويا المشاهدين الكرام هذا التقرير عن مخاطر المخدرات في العراق وانتشارها منذ احتلاله عام 2003. أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي الباحث العراقي. أستاذ حسين، يعني بداية، ما هو توصيف حالة التعاطي والاتجار بالمخدرات في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد حتى نوصف الحالة وصف حقيقي، أنا قرأت كثير من بعض مراكز الدراسات وبعض وسائل الإعلام تتكلم عن ظاهرة انتشار المخدرات. هي ليست ظاهرة بل هي مشكلة. الفرق بين الظاهرة والمشكلة فرق كبير جدا. عندما يقولون ظاهرة هو لتقليل من ضرر هذه المشكلة. الظاهرة هي الحالة الغريبة التي لم يشرع أم لم يعاقب عليها القانون مسبقا. أما المشكلة لا، هي الحالة التي يحاسب عليها القانون قبل وقوعها أحيانا. مثال ذلك، يعني شلون، خلونا نقول مثلا بعض الشباب اللي يرتدي ملابس صغيرة أو يحلق حلق غريب جدا، هذه ظواهر المشرع العراقي لم يحاسب عليها سابقا قبل وقوعها، لم تحصل. كلمة ظاهرة معناها المشرع العراقي لم يحاسب عليها، ولهذا السبب هي مشكلة. هذا واحد. ثانيا، علينا أن نميز بين
المتعاطي وبين التاجر. أغلب الدراسات تشير على أنه المتعاطين هم من فئة الشباب، والمتاجرين عادة ما يكون من الكهول. وأغلب المتاجرين في المخدرات سواء في العراق أم في الدول الأخرى، إما أن يكون لديه نفوذا سياسيا أو له علاقات سياسية أو له هيمنة أو له علاقات مع قوى أمنية. هذا أغلب تجار المخدرات سواء في العراق أم في العالم. العراق دخلت لتجارة المخدرات بعد 2003 طبعا لعدة أسباب. أنا أعتقد هناك أسباب كثيرة لانتشار حالة هذه المشكلة في العراق. أول سبب هو الوازع الديني. غياب الوازع الديني لدى الأسرة لدى الفرد هو مشكلة لتعاطي المخدرات. هذه فيما يخص المتعاطي. الأسرة لديها مشكلة، الصحبة لديها، البيئة التي يعيش فيها الفرد هذه لديها، هذه واحدة من الأسباب التي يذهب إليها. النظام السياسي أو الحكومة القائمة إن لم تكن هناك تشريعات صارمة ورادعة للإتجار بالمخدرات أو للمتعاطيها، هذه قصة ممكنة. فما بالك أحياناً تكون البعض أجزاء الحكومة والمتنفذين في الحكومة هم من يروج هذه المادة السامة القاتلة، فهنا يكون لها دور سلبي في الوقت الذي يجب على جميع هؤلاء أن يكون لهم دور إيجابي في معالجة الإتجار بالمخدرات وتعاطيها. دكتور رحيم عبد الله الزبيدي المتخصص بعلم النفس ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد، مرحبا بكم مرة أخرى دكتور رحيم. دكتور رحيم، يعني هذا التوصيف هي ليست بظاهرة وإنما هي مشكلة كبيرة، مشكلة ضخمة تهدد المجتمع العراقي، تهدد الاقتصاد العراقي، لها أسباب كثيرة. ولكن من وجهة نظرك، ما أسباب استفحال الاتجار وتعاطي المخدرات في العراق بعد أن كان العراق بحسب تصنيفات دولية كان ممرا فقط، الآن أصبح متعاطيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. تحية مباركة على حضرتك وعلى ضيفك الكريمين وعلى الشعب العراقي والعالم الإسلامي والأمة العربية بشكل عام. حقيقة من المواضيع المهمة جدا اللي طرحتها قناتكم المباركة في هذا الوقت الحرج جدا، لأن العراق أصبح مثل ما ذكر الأستاذ الكريم إلى الهاوية، أصبح يعني يسير إلى الهاوية بسبب هذه المخدرات. ذكر الضيف الكريم أنه هي ظاهرة أو ليست ظاهرة، بالعكس هي ظاهرة، صح ظاهرة ومشكلة. الظاهرة أنه لو كانت بشكل عام لأنه شملت كل العراق من جنوبه إلى شماله وأصبحت بالعلن، يعني أكو مناطق وأكو شباب في المقاهي وفي يعني في الأسواق أحيانا وفي يخلون مع النارجيل، إذا أصبحت ظاهرة منتشرة. نعم ظاهرة ومشكلة في نفس الوقت. الظاهرة إذا كانت منتشرة نعم هي منتشرة، أما مشكلة نعم مع الأستاذ نعم هي مشكلة. الحقيقة هي مثل ما ذكر الأستاذ الكريم الواعز الديني، الواعز الديني حسب الدراسات اللي مسبوقة يجي بالمرحلة السادسة، يعني المرحلة السادسة أو السابعة من ضمن المراحل ضمن الدراسات اللي يعني جريت في العراق على هذا الموضوع. إني أول ما بدأ برفاق السوء، وهذا خلت أتكلم قبل أنه هذا طبعا حقيقة أنه تلاحظ أنه أي يعني تلاحظ أنت أول ما تبدأ في تجرب انه هذا شنو هذا الشيء الغريب، يعني سواء السجاير يعني او المشروبات او المخدرات او اي شيء تشوفه، وخصوصا اذا مرحله الشباب بين المراهقه والشباب او حتى بعد العاشر، يعني ترى عندنا شباب بالعشرة و15 سنه دا يتناولون هذا المخدرات بعد العاشرة، واكو وقت فراغ، واكو بالمرحله الاولى اللي هم اصدقاء، فهذه مادة موجودة. فالشاب أو الطفل مرحلة الطفولة اللي هي تبدي حتى 18 سنة، مرحلة الطفولة أريد أجرب هذا الحبة أو هذا المخدر شنو هذا معناه، وهذا الإعلام اللي يتكلم والأفلام اللي شو نلاحظها أنا ذاك المصرية وغيرة مخدرات، وهذا يخلي فضول وحب الاستطلاع لدى الفرد انه يشوف هذه كن الحبه فيتناول هذه الحبه ثم بعدها تصير حبسيا وهكذا، وينقل هذا الخبر الى اصدقاء الاخرين ويحس بنشوه، ويعني في عالم اخر قد يكون هذه دعايه مبطنه.
في عالم آخر وأحس براحة نفسية جدا، ويعطيها الزميلة والزميل يعطيها الزميلة، وهكذا صارت جروبات من أصدقاء السوء يتناولون هذه الحبة أو هذا المقدر بأنواع المختلفة. هكذا تستمر، ثم بعد ذلك لا يستغني هذا الشخص والذين تعاطوا عنها عن تناول هذه الحبة، لازم يعني يتناولون هذه الحبة لأنه دكتور رحيم، البعض يرى أن هناك قوة سياسية متنفذة تسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة من خلال الاتجار بالمخدرات وإدخال هذه المخدرات عبر الحدود. هناك تصنيفات دولية تقول بأن العراق كان قبل احتلاله مجرد ممر، وذلك لوجود يعني منظومة أمنية قوية، يعني سيطرة على الحدود، سيطرة على الداخل والخارج، ولكن بعد احتلال العراق أصبح الأمر مقترن بعمليات مافيات وحيتان الفساد. إلى أي مدى ترى أن هناك فعلا قوى سياسية متنفذة أو مجموعة قوى لها ارتباطات ربما إقليمية تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة تندرج ضمن إطار عمليات الفساد الكبرى؟ العراق يعني تمثل كالبيت في منطقة يحيطها لصوص، وهذا البيت دون سياج، فالعراق أصبح دون سياج، ودائر مدائر هذه الناس اللي هم يروجون لهذه المخدرات، أنا أقصد بها الدول المجاورة. الدول المجاورة للعراق بعد 2003 أصبح العراق بيت بدون سياج، وقوى ومؤسسات الأمنية وإلى آخره كلها، إنه هذا معروف لدى كل العراقيين ولدى كل العالم، عطلت تماما. فأضعاف النفوس طبعا استغلوا هذا الفراغ وهذا السياج اللي غير محمي، فدخلت هذه من كل الدول المجاورة للعراق. هذا واحد. الشيء الثاني، سؤالك حقيقة علمتني الحياة وعلمتني الدراسة اللي الآن أكاديمي، وأنا باستمرار أناقش يعني أطاريح دكتوراه ورسائل ماجستير. علمتني الحياة إنه ما أتكلم إذا ما يكون عندي مصدر موثوق به ودليل قاطع. بعد ذلك أن طالب من يكتب مقطع أقول له وين المصدر؟ لذلك أنا أسمع مثل ما تسمع حضرتك إنه أكو قوة سياسية، أكو مافيات، أكو كذا، إنه تروج وهي تبيع وهي تحمي أصحاب المخدرات بهذا الشيء. أما إنه دليل أنا ما عندي حقيقة، أنا ما عندي دليل أن أنا أقول لك فعلا إنه لو مو فعلا. أنا أقول دولة صارت 15 سنة قد يكون يعني خمسة عوفها، يعني صارت 10 سنوات يعني أصبح دستور ونظام وجيش وشرطة وإلى آخره. معقولة أنه مثلا الجهة السياسية يعني لها يد والدولة صامتة؟ يعني عقلي مدى يستوعباني هذا الوضع، لأنه أنا ما أقدر أتكلم. أنا أسمع، نعم أسمع بالإعلام وأسمع بالشارع أن أكو كذا مافيات وأكو كذا، بس مصدر ما عندي، يعني ما أقدر أقول لك أنا شفت. أضافة أن التلفاز أحيانا يطلع قبضت الجهات الأمنية على كذا حق. طيب دكتور رحيم، بالملايين. ابقى معي سأعود إليك. نعم ابقى معي لو سمحت دكتور رحيم عبد الله الزبيدي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسين، يعني هل فعلا لا يوجد هناك دليل على أن هناك قوى سياسية متنفذة تعمل على تسهيل عمليات إدخال المخدرات عبر الحدود وتسهيل عمليات الاتجار بها؟ لا، الأدلة موجودة وظاهرة، وخصوصا عندما تكون الأدلة بائنة وواضحة والجرم موجود ومنتشر في العراق، هذه لم تزل من السماء. عندما يخرج السيد حاكم الزاملي رئيس اللجنة الأمنية ويقول هناك قوة سياسية متنفذة تريد إفساد الشباب العراقي، وهذا رجل مسؤول ليس صحفي، رئيس اللجنة الأمنية يتكلم، السيد حاكم الزاملي واللي شافه بالتلفزيون وتكلم، هذا واحد. مركز دراسات يعني في جامعة كربلاء، تكلم الأستاذ الدكتور حسين أحمد السرحان في مركز الفرات وهو رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء، قال هناك القوى السياسية قامت بالإتجار بالمخدرات لغرض تسديد نفقاتها وأعمالها، لأنه هذه القوى السياسية ما تحصل عليه من الدولة لا يكفي لنشاطاتها، سواء الأمنية، نشاطاتها السياسية، نشاطاتها الإعلامية، فقال قامت بالإتجار في المخدرات ونشرها أيضا وحملها مسؤولية. وهذا رجل باحث
وأستاذ دكتور، وكذلك هناك رجل أمني مسؤول تكلم. إحنا لا نتكلم عن صحافة وإعلام، وهذا الأمر لا يسعدنا، بل على العكس هذا الأمر مؤسف ومؤلم جدا. لكن هذه حقيقة، الحقائق عندما تكون واضحة لا يمكن أن ننكرها أبدا. أنا أعذر الدكتور عندما يقول أنا لا أريد دليل، أنا أقول له هناك أدلة كثيرة دامغة، وبعض أولاء أبناء المسؤولين ألقى عليهم القبض ومعلومين، ألقى عليهم القبض وهم يروجون. سيد العزيز، في فرق بين المروج وبين المتعاطي. نعم. المتعاطي هي فئة الشباب، هذا المراهقين. نعم. سواء عمر 15 20 سنة، هذا الفئة حتى عالميا هذا الفئة هي المستهدفة. طبعا هذا الفئة المستهدفة لعدة أسباب كثيرة. الاتجار بالمخدرات عادة ما يكون من ناس كهول بالغين فاهمين ماذا يريدون. طيب. سواء كان لسبب سياسي، سواء كان لسبب مالي، سواء كان لسبب عدواني. طيب، من أين يأتي الشاب العراقي بهذه المبالغ الضخمة؟ وكما هو معلوم أن المخدرات يعني هي ليست بمادة رخيصة الثمن، يعني إذا كان هناك بطالة متفشية، حتى أن هناك مطالبات بفرص عمل لا يوجد عمل، من أين للشباب العراقي أن يحصل على هذه المخدرات ليتعاطاها ويدمن عليها؟ يعني بداية أولا سيدي، المخدرات أنواع. هناك مواد رخيصة. نعم. وهناك مواد غالية جدا. فكل واحد من الشباب حسب دخل الأسرة مالته وحسب دخل الشاب يستطيع أن يأخذ ما يحتاجه. هذا واحد. ثانيا، بالنسبة لدول الجوار وهي إيران، هي تعتبر أكبر ممر، وطبعا مركز يعني تقارير الأمم المتحدة أشارت على أنه إيران أكبر دولة متاجرة بالمخدرات كتجارة، وفي نفس الوقت هي تعاطي، لكن ليست هي الدولة الأولى في التعاطي. الدولة الأولى في التعاطي هي ألبانيا والولايات المتحدة وبقية الدول المعروفة حسب تقرير الأمم المتحدة. لكن إيران هي من أكبر الدول المروجة والمتاجرة بالمخدرات في إيران. طبعا هي من أين تأخذ هذه المواد؟ من أفغانستان اللي هي تزرع فيها، وفي أيضا بعض المزارع قليلة في إيران. تدخل هذه المواد في عملية تصنيع أخرى، تضاف لها بعض المواد السموم، تقلل من سعره ولكن تزيد من نسبة الأرباح مالها، لأن زيادة في الوزن. وهذا طبعا هذا يكون أكثر فتكا، وإن كان يقول أقل سعرا، وهي الممر اللي من خلاله تدخل إلى العراق ومن ثم إلى الخليج وإلى سوريا وإلى دول أخرى. وهي عملية تجارية لا يستطيع أحد أن ينكرها أبدا. لكن أنت قلت لي لماذا، من أين له هذا الشاب؟ هناك أنواع، هناك الكوكايين، هناك الأفيون، هناك الحشيشة، هناك كثير، وهناك أضاف لها مواد أخرى، فهي تكون أقل سعرا ولكن أكثر فتكا وأكثر سموما. ولا أريد أدخل في هذا التفاصيل. طيب. لأن هذه من اختصاص البحوث. طيب. العلمية والطبية. سأعود إليكم مرة أخرى أستاذ. دكتور تيسير جبار الألوسي الأكاديمي العراقي انضم معنا على الهاتف من هولندا. مرحبا بك دكتور تيسير. يعني ما يجري في العراق انتشار للمخدرات بهذا المستوى المخيف والمرعب منذ عام 2003 وحتى الآن، والمستوى متصاعد، من وجهة نظرك يعني هل هو ضعف في المنظومة الأمنية أم هو تواطؤ؟ أولا أحيي ضيفيك الكريمين، سواء كانوا يشددون على المصادر من باب تأمين المعلومة وتحليلها أم يشيرون إلى كثير من الأمور الأخرى. لكن دعني أؤكد أن ظاهرة انتشار أو تفشي المخدرات في الوسط الأولية العراقية ما كانت قضية محدودة بالإطار التربوي النفسي على أساس أنه قضية التربية العائلية أو الأبعاد النفسية لدى الشخصية العراقية. القضية أخطر منها، أن المنظومة العامة في البلاد أصبحت منظومة منفردة. النظام السياسي هو نظام طائفي كليبتقراطي، وكليبتقراط أقصد به بالتحديد ولادة طبقة تقود منظومة الفساد المافيوية. الآن أمامنا ما جرى في العراق. من أبرز الأشياء التي جرت في العراق هي إشاعة اليأس والإحباط لدى عموم الشعب، من خيبات أمل، من انكسارات إلى آخره من الجانب. الأمر الآخر أن المنظومة الاقتصادية في حالة تعطيل تام، ما دفع إلى أوسع نسبة بطالة في تاريخ العراق. والعراق منذ كان زراعياً
وانطلقت بعض الصناعات اليدوية في الصناعات الخفيفة ثم تطور إلى صناعات ثقيلة. لم تكن ظاهرة البطالة بهذه الوضعية الموجودة في الوقت الحاضر. فرص العيش مفقودة في الحياة بشكل صحيح، ما يثير ضاع لدى هذا المواطن المبتلى. نسب الفقر في العراق منذ أيام كان يدرس بما نسميه الدشداشة العراقية، هذا الطفل العراقي، هذا الشاب، هذا المواطن بالأسمال كان يذهب ليرتشف العلم. الفقر اليوم نسبته تجاوزت نصف المجتمع العراقي عفوا، ونسبة الفقر المدقع أصبحت ربع الشعب العراقي. ولاحظ محافظة بالكامل كالسماوة الآن أوضعها في مرحلة من مراحلها ما بعد 2003 كانت نسبة الفقر 89%. هذه قضية ليست قضية عادية، هذه دفعت إلى ظروف عيش غير طبيعية. ملايين العراقيين النازحين من محافظات سلمت إلى القوى الإرهابية، هؤلاء لا يستطيعون لا العودة إلى الأبنية المتهالكة المدمرة ولا العيش في مدن أخرى بطريقة طبيعية. انفلات ملايين من الأطفال خارج المدرسة وخارج إطر المؤسسية للمجتمع أمر خطير أدى إلى وصول المخدرات إلى الأطفال بأعمار تتراوح حول 10 من العمر بالنسبة لهؤلاء الأطفال. وطبعا لا نقول أن الطفل سيقول أجرب، سيقول كذا، هذه قضية تخص باحث نفسي في مستوى معين. أنا يهمني أن أتحدث عن الملايين الموجودة أمام الشعب اسمه الشعب العراقي. مقابل هذا أسوأ مرحلة مر بها العراق في الاهتمام بالثقافة والتعليم هي ما بعد 2003 أيام حكم من يمثل ملالي إيران اللي يحكمون الآن في العراق. وليسمح لي الاختلاف السياسي أن أقول هذه الكلمة بهذه الصراحة ربما اللي يشوفها بعضهم فجأة، لكن هذه هي الحقيقة، خلينا نصارح أنفسنا. هنا لا نجد منابر حقيقية للأنشطة الروحية الثقافية، لا توجد سينما ولا يوجد مسرح، والمسرح العراقي اللي كان يطلع منه المتظاهرين، المسرح العراقي اللي كان يلتحم مع الخارجين من الجوامع، من المنتديات الدينية المجتمعية الأخرى، كان حقيقة ملتزم بقضايا الناس، بقضايا الحقوق والحريات. الآن أبنية خربة مهملة أو أنه يحول إلى قضايا أخرى أمر عليها. المنتديات الثقافية أمام تهديد الميليشيات التي تسرح وتمرح في الوضع العراقي. هذا اتحاد الأدباء في بين شهر وآخر تجد هناك أعمال ابتزاز وهجمات وتهديدات وعمليات إرهاب للأدباء. بالأمس القريب يوم اثنين مساء اثنين من يعني أول أمس كان اغتيال أحد أدباء كربلاء، وهو ابن كربلاء ويسكن في منطقة محمية أو مغلقة لا يدخل إليها مسلح إلا بإذن سياسي وأمني، وقد قتل في ضوء ما بين النهار والمساء الليل من قبل مسلحين دخلوا إلى المنطقة وخرجوا ولا تصريح لقوى الأمن الذين تتحدث عنهم. الآن دعني أشير أيضا إلى ما أشير قبل قليل من أحد ضيوفك، انهيار منظومة القيم المجتمعية. هذه القضية خطيرة جدا، هذا الانهيار هو متبادل بين تفشي المخدرات وبين الانهيار نتيجة المنظومة العامة في البلاد. هناك الأزمات الاقتصادية العاصفة، ودعني أشير إلى القضية الدينية. في الدين ما الذي تسيد في الوضع العراقي؟ المجتمع العراقي، الشعب العراقي، الإنسان العراقي من يومه كان إنسان بسيط متدين يعرف ربه من دون وسيط، من دون ما يسمى مرجع ومرجعية.
من دون عناصر متشددة توجه إلى اتجاهات وخطابات سياسية أخرى. لا غلو في الدين، حديث معروف لمن يعرف دينه. أما هنا فأما خطاب متشدد يذهب باتجاه ممارسات سلوكية خطيرة، وطبعا التنفيذ في الخفاء بأساليب مختلفة كما فعلت الدواعش في قضية السبايا وغيرها، أو أنه خطاب طائفي مهد للأكليروس للكهنوت الديني ولا رهبنة في الإسلام كما نعرف، ولكن جاء من يسمي أنفسه رجل دين أو رجال دين، وحاقوا بالعراق فسادا، عاثوا فيه فسادا باسم أنه هو لبس عباءة وصار رجل دين. هو أما حرامي، سارق، ناهب، فاسد، ملفوظ من المجتمع ليصبح بعمامة وعباءة رجل دين أو يقود ميليشيا ويؤدب الناس ويوجههم إلى دينه. أي دين هذا؟ لا علاقة للإسلام والمسلم الحقيقي بهذه القضية. هؤلاء طبقة رجال الدين الذين أتوا إلينا بخطاب الخرافة منطقها وبكل القشمريات كما يقول العراقي التي تضلل وتفسد الوضع. هذا سبب آخر. الأمية التي شاعت في البلاد، دعني، أنت سألتني عن الأسباب وأقولها فقط بمحاور. الأمية التي سادت في البلاد خدعت المواطن، صار الإنسان البسيط الأمي يمكن أن يخدع، بخاصة الشبيبة في هذا الأمر. هناك أسباب عديدة، ولكن دعني أقول أنه بالمقابل حالة المخدرات هذه التي جاءت إلينا بكل هذه الأسباب مجتمعة، أصبحنا أمام أن المخدرات يقولون له أنها منشط جنسي مثلا، وطبعا هذا المواطن يغفل حقائق التخريب. الكبتاغون الذي بات من الحبوب التي يعني رصدت بالملايين مما كبس من قبل بعض العناصر الشريفة في الجهاز الأمني، وأقول عناصر وليس المنظومة الأمنية، المنظومة الأمنية خربة. هذا الكبتاغون ماذا يفعل؟ هذا يثير خمول تام بعمل الجهاز العصبي، ثم ينشط خلايا السرطان، هو مؤثر على الغدة الدرقية الكظرية. الآن هذه القضايا لابد من الانتباه إلى تثقيف المواطن بحقيقتها، سواء كبتاغون ولا غيره من العناصر والأنواع. طيب ابقى معي دكتور تيسير لو سمحت. نعم، سأعود إلى الدكتور رحيم عبد الله الزبيدي المتخصص في علم النفس. دكتور رحيم، يعني أين دور المؤسسات التعليمية، دور المؤسسات التربوية، دور المؤسسات المجتمعية في التثقيف والتوعية باتجاه يعني وضع حد لهذه المخاطر التي تواجه العراقيين؟ من وجهة نظرك يعني كيف تقيم دور هذه المؤسسات؟ أحسنتم. حقيقة يعني ما ذكره الأخوان والأساتذة الكرام هذا كلام صحيح. حقيقة البلد مر بهذه الأزمات وهذا الانفلات وهذا التمثيل البسيط اللي أنا مثلته بيت بدون سياق. أما أنه دور المؤسسات التربوية، لا تستطيع المؤسسات التربوية ولا يعني الخطباء والجانب الديني والواعظ الديني أن تقف بوجه هذه الهجمة الكبيرة التي حقيقة من وراءها، وهي تعتبر خطة استراتيجية بعيدة المدى لتدمير البلد وخصوصا الشعب العراقي أو الفرد العراقي. هذه تقف وراءها دول كبيرة محيطة أو غير محيطة بالبلد إلى آخر الشريط، أنه تهدم هذا الشعب العراقي أو هذا المجتمع العراقي حتى يبقى الدول الأخرى هي المسيطرة وهي التي تتنى خيرات هذا البلد. أما دور المؤسسات التربوية اللي تكلمت أنا حقيقة يعني ما مقصرة، يعني في كل كليات في بغداد، أنا أتكلم عن بغداد، في كل كليات بغداد أو الجامعة المستنصرية، يعني إذا مو أسبوع أسبوعيا أكو ندوات حول هذا الموضوع، بما فيهم المتكلم أكثر من 5 ندوات في هذا المجال، أنه كيفية نثقف طلابنا وشبابنا الواعي أنه كيفية أضرار هذا الأضرار هذه المخدرات، ومثل ما ذكر أستاذ طبيا نفسيا سيكولوجيا فسيولوجيا كل تأثيراتها الموجودة على هذا الشخص. هذا من جانب. أما رجال الدين كذلك أنا ألاحظ في كل خطب الجمعة اللي يحضرها أنه يتكلمون في هذا الموضوع،
دور الإعلام نعم قد يكون أنا من وجهة نظر دائرات جدا ضعيف، قد قناتكم هاي الأولى أو أكثر يعني برامج ضعيفة جدا في هذا المجال، ما تستطيع ذاك الدور الكبير أو تظهر متخصصين حتى في الطب يعني حتى تشرح إنه أسباب هذا يعني مسببات وأسباب وآثار النفسية والبسيولوجية على الفرد أو على المتعاطي. نعم هذا دور ضعيف حقيقة، ولكن أنا في رأيي المتواضع كل هذه لا تستطيع أن تقف في وجه هذه الهجمة الكبيرة التي تقف وراءها دول كبيرة وعندها خطط بعيدة استراتيجية بعيدة المدى لتثبيت هذا الشعب العراقي وانهياره بهذا الشكل. أما لو تكلمنا يعني حقيقة عن جانبها النفسي، نعم أكو جانبها النفسي كلش يعني يعني حيكون في المستقبل إنه هذا الرجل إنه حيفقد كل شخصيته، حيفقد كل قواه، لأنه هو بمادة مسكرة، وهذه المادة المسكرة طبعا المسكرة تجي من تعطيل سكرة يعني قفل أو عطل. نعم. هذه المادة تعطل هذه المنظومة الجسمية داخل جسمك وخصوصا الأعصاب، وبالتالي في المستقبل يعني جيل كامل قد يكون لا سمح الله ينهار والأمراض السرطانية وإلى آخره كما ذكروا الأساتذة. نعم أستاذ حسين، النظام السياسي أدى إلى ولادة طبقة تقود منظومة فساد مافيوية مثل ما تحدث الدكتور تيسير. طبعا لماذا لا يؤخذ الأمر على أنه يجب وضع خطوات فعلية على الأرض للسير نحوها، وبالتالي يعني توجيه الشباب بطريقة صحيحة إلى الطريق الأنسب، يعني بدل ما يكون هناك توعية شفوية، ندوات ثقافية، مؤتمرات تعقد، خطب في المساجد، خطب في الكنائس، بدل كل هذا الأمر أين دور الدولة في توفير البديل للشاب العراقي، للمراهق في أوقات العطل الصيفية مثلا، في أوقات المدارس، في أوقات الفراغ؟ أين الملاعب الرياضية؟ أين المرافق الترفيهية؟ أين الندوات التثقيفية؟ يعني لماذا الشاب العراقي هو متجه إلى هذا الانحدار وهذا هذا الإحباط وهذا الانكسار النفسي؟ دور الدولة هل هو مقتصر فقط على حماية الحدود؟ يعني أين دورها على الأرض في بناء المصانع، بناء المعامل، إنشاء المراكز الترفيهية الرياضية؟ لأن هذه طاقة يجب أن يعني يتم توجيهها التوجيه الصحيح، وبالتالي يكون هناك اتجاه يعني عكسي. أنا ذكرت من ضمن الأسباب ويعني الدولة هي واحدة من أسباب الانتشار. طبعا هو ما هو مسؤولية الدولة تجاه هذه؟ أولا هو التشريع القانوني، وجود تشريعات قانونية صارمة بحق المتعاطي وبحق المتاجر، والمتاجر يجب أن تكون عقوبته أشد من المتعاطي، وهذا في العالم كليته. المتاجر في المخدرات، تاجر المخدرات عقوبته أشد من المتعاطي، هذا واحد. ثانيا العلاج الأمني لوحده لا يكفي، أنا ذكرت مجموعة أسباب، العلاج الأمني لوحده لا يكفي، هناك لابد أن تكون هناك علاجات مجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني مثل ما ذكرت مراكز الشباب. هذا الشباب، هذه الطاقة من أفضل معالجة لتجنب هذه المخدرات هو مراكز الشباب. سابقا كان هناك مراكز شباب وهي تنمي طاقاتهم وتنمي قوتهم وتبني أجسادهم. بالضبط. اليوم معطلة هذه البيئة اللي أنت من تنشر يعني بيئة صالحة، شاب نعيش بيئة صالحة، لا توجد عامل جذب لو للمخدرات وغيرها. فأنا الذي يصفني أنه أنا التشريع، من تتكلم تقول له التشريع يقول لك إحنا نحن في الدستور العراقي الشريعة مصدر أساسي للتشريع. يا سيدي لكنه معطل وغير غير مفعل. غير مفعل، هو من تجاوز على الدستور إذا أنت ما تنفذ الدستور. فالتشريع هو موجود ولكن هل معطل ولا توجد له آلية تنفيذ وتطبيق هذه التشريعات. النقطة الأخرى أنه إنشاء يعني عدم مراكز الشباب الرياضية، متابعة المدارس من خلال الباحثين الاجتماعيين، أزج في كل مدرسة باحث اجتماعي، المعلم وكذا يعطي ممكن المادة. عندما تكون هذه ظاهرة كبيرة كما يشير الأخوة، ولا أنا أعتبرها مشكلة كبيرة، هذه فقط هذه المشكلة الكبيرة تحتاج إلى دور للبحث الاجتماعي العراقي. هذه كلها معطلة، سببها لماذا؟ لأنه إحنا نعود
نقول أنه أنا لا أعذر المتعاطي إطلاقا ولا ألتمس له عذرا لأنه أشجع على هذا الأمر، ولكن يبقى المتاجر هو السبب الرئيس، ولا يوجد متاجر بدون نفوذ سياسي أو نفوذ أمني. لا يوجد متاجر، وأنا ذكرت لك ما ذكره السيد حاكم الزاملي، وذكرت لك ما ذكره السيد حسين أحمد السرحان، وكثير ذكروا هذه. النفوذ عندما يكون المتاجر لديه نفوذا سياسيا فهنا الطامة الكبرى، يعني لا يلام الذئب في عدوانه إذا كان راعي الغنم عدوه. يعني إذا كان العدو راعي الغنم خلاص تتلوم منه. فالحقيقة نحن نحتاج إلى تشريعات قانونية تجبر وتحاسب، تشريعات صارمة لمحاسبة المتاجرين. وأنا واثق أنه في العراق هذه صعبة جدا، هذه صعبة، ولكن لا ننسى أنه العراق لحد هذه اللحظة ضمن منظومة الأمم المتحدة هيئة مواجهة المخدرات، لحد العراق لم يدخل هذه المنظومة لكن سيدخلها قريبا. يعني سابقا كانت مصر ولبنان والمملكة السعودية ودول أخرى، تونس وغيرها، العراق لم يدخل، ولكن للأسف سيدخل هذه المنظومة، وإذا ما دخل ستكون الأمور مختلفة جدا. أعتقد علينا أنه تأخذ الأمور هذه لا تأخذ على مستوى الفرد بل تأخذ على مستوى جماعة، يعني دولة تهتم بهذا وتوزع المسؤوليات. اللي ما احنا لا نعتبر جهة واحدة مسؤولة فقط، المسؤوليات يجب أن تكون موزعة على جميع من الأسرة إلى الدولة حتى نستطيع معالجة هذه الكارثة، وإلا سنوات وسنجد أنه شبابنا منهار، شباب يعني مدمر، شباب ترك الدراسة، شباب قد يكون إجرامي أيضا. وللأسف أنا أقول إضافة للمصحة الاجتماعية يا سيدي غير موجودة المصحة، هو المريض نفسه إذا يذهب إلى المستشفى لا يوجد من يعالجه، كانون ما يلقي للإبرة. فإذا غياب المؤسسات الصحية هي واحدة من مهام الدولة في معالجة انتشار المخدرات. طيب. دكتور تيسير جبار العلوسي، يعني ينبغي أن تكون هناك تشريعات قانونية صارمة، ينبغي أن تكون هناك يعني مراكز ترفيهية للشباب ومراكز رياضية ومراكز ثقافية وبالتالي، ولكن الواقع يقول بأن هناك يعني من يريد التغيير يقمع ويقتل، والدليل هناك الكثير ممن أرادوا التغيير في العراق من الناشطين، من الإعلاميين، من الروائيين، من المثقفين قتلوا في العراق. يعني مع وجود الميليشيات هل يمكن أن نغير الواقع، وبالتالي هل يمكن أن نخرج هذا الشباب العراقي من هذا المنحدر الخطير، منحدر المخدرات؟ شكرا جزيلا لسؤالك. عفوا. أنا حقيقة هذا موضوعات العراق جميعا هي موضوعات ليست سهلة وخاضعة للبعد النظري الجاف المجرد، هي قضايا متعلقة بالمشاعر، بالأحاسيس، بالاندماج مع قضية ضميرية، لأنه موضوع المخدرات مثلما يهدد العراق وتفكيكه الموقف السياسي، التدخلات الخارجية المخابراتية وغير المخابراتية، وجود الإرهاب، وجود التصحر والجفاف، تلوث البيئة، المخدرات واحدة من أخطر الظواهر والقوة التي تهدد البلاد، يجب أن توضع موضعها على المستوى الوطني في السياسة التي يمكن أو يفترض أن تقف بوجه هذه القضية. دعني أشير إلى أن المخدرات على المستوى الرسمي لا يمكن أن نعول عليه إن لم تدخل في الحركة الاحتجاجية الشعبية الوطنية الشريفة المبدئية التي تناضل من أجل التغيير بحق، لأن ضحايا هذه الحركة الاحتجاجية هم بسبب هذه الأقوال المبدئية الشريفة، المبادئ التي تعبر عن دفاع عن هوية العراقي ووجود الإنساني بوصفة شعب ينتمي إلى جذور حضارية. بالمناسبة حتى ما قبل 2003 في العراق لا وجود للمخدرات بشكل يمكن أن يسمى شبه ظاهرة أو شبه مشكلة أو ما شابه، يعني من سنة 70 إلى سنة 90 لم تسجل رسميا أكثر من حالتين فقط.
الأمر الآخر أنه كان ممرا، لم يكن العراق ممرا بأي شكل من الأشكال ما عدا حالات التجار كممر لظرف خاص جرى للعراق لسنا بصدد الآن. 2003 كانت هي منطقة التحول، عندما تحول النظام إلى نظام الطائفية المافيا والكليبتوقراطي أصبح النظام غير مهيئ للدفاع عن العراقي وحاجاته. الثقافة أولا غير مسنودة ماديا حتى بوجود عناصر نبيلة في إطار هذه المؤسسة، إلا أنها غير قادرة على تنفيذ مشروعاتها. في الإطار الأمني ثلث الجهاز الأمني يتعاطى المخدرات، وتصور كيف يجري ابتزاز متعاطي المخدرات بالاتجاهات التي لها أصابع وامتدادات خارجية. في الإطار الإعلامي المؤسسات الإعلامية أغلبيتها بضمنها ما تدعي أنها تمثل التبشير الديني لهذا المذهب أو ذاك، إشارة إلى موقف معين، هم يتحدثون عن الإسلام السياسي بمنطقة ملالي إيران أو ما شابه. الآن لاحظ لي التعليم العراقي انهار بعد أن كان من مخرجاته من نفتخر به كما عبد الجبار عبد الله أحد العلماء المعروفين عالميا، كما عبد العظيم الذي سميت أحد الكواكب والنجوم النجوم البعيدة. هناك قضايا كثيرة يعني يمكن أن نذكر ونذكر. اليوم التعليم ما هي مخرجاته؟ ما هي أوضاع الحقيقية؟ أي مستوى للجامعة العراقية؟ ولماذا خرجت من تسلسلات قائمة الترتيب العالمي للجامعات حتى بمستوى 10,000؟ كيف يمكن أن نفكر بتعليم بالمستوى الأساس، تعليم الابتدائي والمتوسط، كيف يمكن أن نفكر به ونطالب بشيء وهو أصلا منهار، بين التسرب، بين خراب المباني، آلاف المدارس دمرت لم تبنى إلى آخره. المؤسسة الرسمية مؤسسة لا يمكن التعويل عليها من دون الضغط الشعبي. الإرادة الشعبية لوحدها هي الكفيلة، لكن هذه الإرادة الشعبية مستهدفة. خوف من التغيير صار هناك بأصابع أجنبية، بمؤامرات، بفذلكة أخرى. القضية هناك استهداف للشعب العراقي، لأنه عملية تعطيل فئة الشباب، وتعرف كم هي نسبة فئة الشباب في الشعب العراقي، هي القضية المبدئية التي يخترقون بها هذا الشعب ويقتلونه. يقتلونه بدفع للإجرام، بدفع للابتزاز، ووضع تحت سلطة الميليشيات. الميليشيات هذه هي ميليشيات إرهاب، هي لم تقاتل الإرهاب على الجناح الآخر من الدواعش، هي في الحقيقة خاضت صراعا طائفيا بين ركنين متشددين، أحدهما الإرهاب الداعشي والآخر هو من يمثل إيران الآن ويتحكم بالشعب العراقي. طيب. والسلطة، الحكومة الرسمية، شكرا، الحكم والتشريع، القوانين، نعم. نعم، كيف يمكن للعقوبة من إعدام تخفض إلى مجرد بضعة أشهر، وبضعة الأشهر هذه التي يحكم بها ابن محافظ النجف على سبيل المثال وهو يتاجر بالمخدرات يعفى عنه ويرحل ليذهب يسرح ويمرح في مواخير هنا وهناك. شكرا لك. أين هو الآن ليجيب عن ذلك؟ نعم أستاذ حسين، ما هو دور الدول الإقليمية في يعني تحديدا إيران في انتشار المخدرات؟ ما مصلحتها من انتشار ظاهرة أو مشكلة المخدرات في العراق؟ بالنسبة لإيران بعد هيمنتها على العراق أصبح العراق ممر رئيسي، لديها ممرين، ممر بحري وممر البري اللي هو العراق، تحد العراق 1300 كيلومتر. نعم. وهيمن على العراق، وإيران تعتبر الدولة رقم واحد في التجارة في المخدرات، وأيضا لديها تعاطي كما ذكرت لك. العراق هو أصبح متعاطي وأصبح أيضا ممر من العراق ثم إلى الأردن وإلى الدول الأخرى، السعودية، سوريا وإلى آخره من بقية الدول. فالعراق يعتبر كنز لإيران في التجارة، في تجارة المخدرات، سواء تعاطيا أم ممرا. وتدمير العراق هو هدف استراتيجي لإيران. اليوم احنا نرجع نقول من الذي يتعاطى؟ فئة المتعاطين من؟ الشباب. تدمير هذه الفئة هو تدمير قوة الدولة ومستقبل الدولة. اليوم الدول كيف تقاس؟ مع احترامنا للشيوخ ومع احترامنا للنساء الكبار السن والى اخره، لكن تقاس بالشباب. هذا الفئة هي التي تتعاطى هذه السموم.
فشل هذه الفئة الشبابية في شل البلد ككل، شل البلد وبنفس الوقت يعني حاضرا ومستقبلا، لأن هذا الشاب ما هو مستقبله؟ مدمن، مجرم راح يكون، هذا أقرب الناس عليه، يقتل والده، يقتل والدته، يقتل أخوه، وكم من جريمة لا يعلن عنها. هذا المدمن قام بجرائم ضد الأسرة نفسها، ضد أسرته. نعم. فهنا تدمير للعراق من قضية مالية، هو ممر تجاري لتجارة المخدرات مستفادة منها ماليا، وتدمير العراق، فأصبح العراق كنز لإيران في قضية المخدرات سواء تعاطيا أم تجارة. إضافة كما ذكرت لك لأنه تصنيع هذه المواد بإضافة مواد سامة أخرى عليها تكون أكثر فتكا وأكثر قتلا وأكثر يعني موردا ماليا. فهذا هو، هذه على رأس هذه الدول هي إيران التي هيمنت على العراق، وأصبح العراق متعاطيا للمخدرات في الوقت الذي كان لم يسجل على أي عائلة عراقية أن هناك فردا متعاطي المخدرات ولا واحد بالألف. دكتور رحيم عبد الله الزبيدي المتخصص في علم النفس، من وجهة نظركم دكتور يعني ما هو علاج هذه المشكلة لو سمحت في دقيقتين إن أوجزت؟ نعم أحسنتم. حقيقة مثل ما ذكر الزملاء الأعزاء يجب أن يكون هناك قانون مفعل. نعم أكو قانون سابق يحاسب على المتعاطي وعلى التاجر وعلى إلى آخره، لكن لهذا القانون معطل. يجب أن يكون قانون ساري المفعول وصارم جدا، وضبط الحدود مع كل الدول المجاورة التي يعني تصدر هذه المادة السامة للعراقي. يجب أن يكون هناك متابعة شديدة. حقيقة ذكروا الزملاء وما عن هذا اللقاء، عن بعد اللقاء المحاكم الزاملي ذكر هذه الكلمة أنه بعض السياسيين، وهذا ذكر هذا هو مسؤول حقيقة، مسؤول أمني حاكم الزاملي، ويذكر هذا بعد. أنت شنه دورك إذا تذكر أنه أكو سياسيين وأنت مسؤول أمني؟ حقيقة أنا حس في قلبي، أنا سمعت من أخوي العزيز المتحدث، ولكن أنا ذاكر يعني سامع هذا اللقاء. وين دورك؟ المهم أنه دعته دائما يعني يلقون القبض على يعني شاحنات ويدخلوا داخل الطرشي وبالدولمة شفتوا بالتلفاز، زين دول اللي زمتوهم يعني على الأقل أطلعهم للإعلام، الناس تشوفهم، العقوبة، القانون، حتى أنه ما نتهم الآخرين. أسألني حقيقة أصبحت كأنما عندي قناعة أنه مثل ما ذكروا أخواني أنه هناك يد كبيرة في الدولة، نعم، مسؤولين كبار هم قائمين على حماية هؤلاء المتاجرين. يجب أن يظهر إلى الإعلام، إحنا الشعب العراقي يشوف أنه فلان وفلان عوقبة وحبس وسجن وانعدم وإلى آخره، كما هو القانون السائر في كل دول العالم، وموجود هذا القانون في العراق أنا ذات موجود، وفعلا كان العراق خالي من هذه الظاهرة. الآن شكراً لك. أنه منتشرة مع الشباب، نعم. يجب أن مثل ما ذكرت حضرتك أن المؤسسات تأخذ دورها، الإعلام يأخذ دوره، نعم. الجهات الدينية والخطباء يأخذون دورهم، الأساتذة يأخذون دورهم، وهذه ليش بيشتغل هينا؟ يعني مسألة غير يعني ما يسكت عليها، أن شعب عراقي شعب شباب حيدمر خلال 10 سنوات القادمة و20 سنة، نعم. الشعب العراقي كيف يصبح بهذه الطريقة، بهذا السموم القاتلة اللي دمر العقل والأعصاب والجسم وإلى آخره. هذا حقيقة، هذا عمل إجرام. شكرا لك كل واحد يأخذ دوره. نعم أستاذ حسين، في أقل من دقيقة، يعني هل من الممكن أن توجه كلمة للشباب العراقي في لمواجهة هذه المخاطر، مخاطر المخدرات في العراق التي يصفها الكثير بأنها أخطر من القنابل النووية؟ أنا أقول للشباب العراقي، من يتعاطى هذه المخدرات فليس له مستقبل، فعليكم أن تنظروا إلى مستقبلكم وتهتموا به، وإن هذه السموم ستقضي عليكم وعلى مستقبلكم وعلى أسركم، إضافة لآخرتكم التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين السبعاوي الباحث العراقي ضيفي في الاستوديو، وشكر موصول لكم أيضا ضيوفي الكرام الدكتور تيسير جبار الألوسي الأكاديمي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا، وأيضا شكرا لك شكرا جزيلا دكتور رحيم عبد الله الزبيدي المتخصص في علم النفس، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.